فكره ان يبقى عندي مهاجم كورته قليله جدا على الارض، كل ميزته ان هو بيستلم العالي، بينزل لي الكور العاليه، مهاجم صندوق زي ما بيقولوا. هل البروفايل ده مناسب لمهاجم الزمالك؟ لا يعني خلينا نتفق ايمن، حتى لو مش مناسب فهو الزمالك حاليا عنده القيد مقفول، وهي دي اللعيبه اللي موجوده حاليا. لكن لعيب زي عمر السعيد، لعيب لعب في انديه مختلفه ولعب في الزمالك ولعيب بيسجل من حين لاخر، مش طبيعي ان لعيب بيلعب في الليفل ده، اي لعيب حتى في الدوري الممتاز يجي له كوره زي دي وينفرد بالاسلوب ده يحط الكوره كده. يعني انا عايز اقول لك على النقيض، الكوره اللي حطها عمر السعيد والكوره الجون اللي جابها فيكتوري لعيب طلائع الجيش، الراجل اتعامل معاها تعامل كويس جدا جدا، يعني استلم الكوره وراح حطها في بطن رجله واستلم كويس جدا. عمر الكوره فتحت من على بطن رجله وبتعمل دريبل في الارض طلعت فوق خالص، فانفراد صريح يغير نتيجه الماتش. وده الجزء اليماني قاله ان ده حاجه زي دي ما تسالش عليها فريق، لكن الكوره جت من ضغط من لعيبه الزمالك وفجاه عمر السعيد سلف بالراجل. لا انا ما جاتش من هجمه منظمه، كان خطا من مدافع الجيش. انا بتكلم في كده، ما بتكلمش على الكره دي. واحده من الفرص المحققه للزمالك في لقاء النهارده ما جاتش من تكتيك او من لا. من لعبه مثلا لعيبه الزمالك حافظاها، ما جاتش من كده. لا انا مش بتكلم على كده، انا بتكلم ان انا معاك. لا انا بقول لك نقطه ثانيه مهمه برضه، ايا كانت الفرصه انت لازم تسجلها، يعني انت فاهم، انت لازم تسجل الفرصه دي، لازم تسجلها. الناحيه الثانيه برضه جت له واحده الشوط الاول، برضه جت له واحده الشوط الاول، لكن التعامل مختلف تماما. سيف الجزيري بياخد الكره بالطمانيه بيلف بيراجع الكره لورا، التعامل بتاع لعيبه الزمالك مهاجمين الزمالك زي ما ياماني قال، لو انت هتعتمد على محمد ونجم وهتدخل زيزو شويه في القلب وتبدا تلعب عرضيات، يبقى تسيب عمر السعيد جنب سيف الجزيري، يبقى ده الطبيعي. يبقى على الاقل يبقى عندك واحد طويل وواحد ممكن ياخد من تحتيه، عمر بيتحرك سيف الجزيري ينزل من تحتيه. مش الطبيعي ابدا ان انت النهارده تخلي ايمن اللي بيلعب اصلا بلاي ميكر وبقاله حوالي سنه ما بيلعبش كوره. يعني انا اعتقد ايمن حفني لعب اخر ماتش في نهايه الدوري اللي فات، كان الزمالك اوريدي حسم الدوري ضد البنك الاهلي لفترات بسيطه جدا السنه دي، ماتش قدام فريق قوي، فريق نص ملعبه قوي جدا، فريق بيدافع ب 10 لعيبه. يعني طلائع الجيش خلاص الشوط الثاني بدا يخش في الجيم واحد واحد، بعدين بدا يرجع كابتن طارق العشري خلاص بيدافع تماما 4-5-1 في الدقيقه 73 بعد ما جاب الجون، قام قالب النتيجه اما نزل خالد سطوحي بقى خمس مدافعين، فبقى 5-4-1 واحيانا 6-3-1 او 6-4 على طول. فطلائع الجيش بيدافع بسته، انت طالب من ايمن حيفني ياخد الكوره من الصندوق ويرقص ويلعب، فلا انت الزمالك كان محتاج يفتح عرض الملعب قوي يا ياماني، يفتح الجيم زي ما عمل في اخر خمس دقائق محمد ونجم وفتوح وبن شرقي، الجيم يتفتح بالعرض فيبدا الزمالك يلعب عرضيات او يبدا يلعب يشتغل زي ما حازم.